الرسميه الزايدي. كان حاليا في مركز صحتي حنا مجموعه من الاطر الطبيه العامله في مدينه سيفنت بزاف مع جمعيه شباب الثقافه الحضريه. كنقوم بواحد الحمله صحيه كتشمل جميع التخصصات منها طب الاطفال طب النساء والتوليد طب العام وكنقوم كذلك بالفحص ديال سرطان الثدي وغيرها وسرطان عنق الرحم. وكنقوم كذلك بقياس ضغط الدم وكنقوم بقياس السكر كنتمنى ان هذه الحمله هذه يكون عليها اقبال كبير من طرف السكنه ديال سيفنت. كنتمنى ان شاء الله المجهود ديالنا يكون عنده نتائج مزيانه على المدينه وعلى السكنه بصفه عامه.